روعة روعة يعني من ناحية التشجير. تحس يعني كي تكلمت على الشجرة وتكلمت على ضرورة الشجرة، هنا نشوف نحس أنه كأنك كانك في فصل الربيع، جو منعش، جو منعش، ما تحش بالحرارة تاع الصيف. والله العظيم ما تقول يعني التمبيراتور هبطت. انا عندي الترمومتر هنا في السياره، التمبيراتور هبطت بان دوغري، هبطت غير دخلت في الاشجار هذا يعني باش نشوفوا يعني المنفعه الكبيره نتاع الشجره. نشوف المدينة تتميز بواحد الطابع تاع التشجير، شيء رهيب يعني. نشوف التشجير هنا في المدينة، والله ما شاء الله ما تحش الحرارة هذيك تاع الصيف، ما تحش. وانا رانا في المركز تاع المدينة القديم، هذا هو المركز تاع المدينة القديم رانا فيه. أنا في المركز تاع المدينة، وهي في الحقيقة هي مدينة ساحلية عندها معروفة بالشاطئ نتاعها، معروفة به، عندها شاطئ جميل. نزيدو نضربو دورة دوك نقاري هذا ماشي سكسنتر دي لا ربما سيت ان سونس انتيرفي، ربما سيت ان سونس انتيرفي. هذه طريق باتجاه واحد، طريق بواحد اتجاه واحد. إذن نعاود نرجع نروح باتجاه الشاطئ نتاع عنطايا، وهنا نشوف المسجد نتاع عنطايا. نشوف المسجد نروح باتجاه شاطئ تماريس الموجود بمدينة عنطايا. إن الشواطئ في عنطايا يمكن كان زوج ولا ثلاث شواطئ، كل جزء عنده اسم خاص به. إذن هنا رانا في الحي الساحلي، هنا رانا في نقترب نشوف فيها، نظن فيها كورنيش. نواصل الرحلة ديالنا في مدينة عنطايا.